هنتكلم معاكم النهارده عن قصه لسيدنا علي بن ابي طالب رواها سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. بيقول ان سيدنا علي اصبح فسال السيده فاطمه زوجته: عندك حاجه تاكلها لنا النهارده؟ فقالت له: والله ما عندنا من شيء. فخرج سيدنا علي واستلف دينار، وهو ماشي في طريقه رايح يشتري اكل، يشتري اي حاجه للبيت، قابله سيدنا المقداد وهو مهموم. سيدنا علي أرى في عينيه الهم والغم والكرب. العباد الربانيين دايما بيكونوا حريصين على الخلق، فلما رأى في عين المقداد هما وحزنا قال له: ما أخرجك هذه الساعة يا مقداد، ساعة حر الظهر؟ قال له: ما الذي أخرجك هذه الساعة؟ قال له: دعني وشأني. يعني من كتر الغيظ اللي جواه والضيقة والخنقة قال له: سيبني في حالي، ملكش دعوة بيا. فأقسم عليه علي رضي الله عنه وأرضاه أن يخبره بالأمر: ما الذي أزعجك من رحلك، يعني أخرجك من بيتك في هذه الساعة؟ قال: أما وقد ناشدتني الله فسأخبرك بالذي أخرجني، يعني هقول لك على اللي أخرجني. ما أخرجني إلا عيالي، تركتهم يبكون من شدة الجوع. خارج يتلمس لهم أي أكل، يشوف لهم أكل، أي حاجة يجيبها لهم يأكلوها. فقال له: ما أخرجنيش من بيتي في الساعة دي إلا إني مش لاقي أكل عيالي حاجة. قال له: والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجك، ولكني اقترضت دينارا، يعني أنا استلفت دينار، ولكني أوثرك به على نفسي. فأعطى الدينار للمقداد. وبعدين سيدنا علي ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى العصر إلى أن جاء المغرب، مش عايز يروح، مش عارف يعمل إيه. وفي المغرب صلى رسول الله معه، وبعد ما صلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه أو أوحي إليه إنه لابد إن هو يتعشى عند سيدنا علي في هذه الليلة. فبيسأله: عندك حاجة تعشيها لنا وتأكلنا النهاردة عندك ولا لا؟ فسكت سيدنا علي محتار، مش عارف يعمل إيه. أقول له: لا يا رسول الله، واخسر الشرف إن النبي يجي يتعشى عندنا، ولا أقول له آه وأنا ما عنديش أكل، مش عارف أقول إيه؟ فقال له: بل حبا وكرامة يا رسول الله، اذهب بنا، يعني فوق راسي من فوق يا رسول الله، نروح ونتعشى وكل حاجة والموضوع يبقى زي الفل. طب الموضوع ده يعدي ازاي؟ سيدنا علي دخل على السيدة فاطمة ومعه رسول الله، وهو داخل شاف في نار موقدة تحت قدر كده عندهم في البيت، ففرح سيدنا علي ان ربنا هيسترها والموقف هيعدي. دخلت السيدة فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظر إليها سيدنا علي نظرة فيها عتاب شديد، فبتقول له: ما لي أراك تنظر إلي بعين الشح، عين صعب قوي كده، يعني ليه كده؟ فسيدنا علي قال لها: إن الذنب الذي فعلتيه في الصباح ذنب لا يغفر. فقالت له: وأي ذنب؟ يعني فكرها كده، قال لها: ذنب الصباح، يعني لما قلتلك احنا عندنا حاجة نتغدى بيها فقلتيلي لا ما عندناش وخلتيني طلعت استلفت. سيدنا علي بيراجع الشريط في دماغه ومتضايق، طب ما احنا عندنا أكل، ليه ما قلتيش؟ السيدة فاطمة قالت له: إلهي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم أني ما قلت إلا صدقا وحقا، يعني أنا ما كدبتش عليك. فقال لها: من أين إذن هذا القدر؟ منين الطعام اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هنتعشى بيه؟ فلم ترد السيدة فاطمة، ولكن وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على كتف سيدنا علي وهزهزها بيطبطب عليه، وقال له: هذا جزاء دينارك في الصباح يا علي، ده جزاء الدينار اللي انت تصدقت بيه في الصباح وأعطيته للمقداد يا علي. قال له: الحمد لله يا علي الذي أبى، يعني رفض أن يخرجكما من الدنيا أنت وفاطمة حتى يجريكما في المجرى الذي أجرى فيه زكريا ومريم. أجرى سيدنا علي في مجرى سيدنا زكريا: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وأجراك يا فاطمة في المجرى الذي عليه مثال مريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف الموضوع كله من ربنا. كان ممكن السيدة فاطمة تقول له: يا علي لقد أهدي إلينا اليوم طعام، لقد جاءنا الطعام بأي صورة من الصور، ولكن هم ما شافوش الطعام، هم شافوا ربنا، شافوا ربنا مش بعنيهم،
شافوا ربنا بقلوبهم، شافوه بروحهم، شافوه بيقينهم إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي رزقهم، هو الذي أعطاهم. غابت الأسباب بعدما أخذ بها أو بعدما تحققت، يعني السبب تحقق وحصل، لكن هو في النهاية شاف مين؟ شاف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل على الحقيقة. طب هو العبد ممكن يشوف ربنا سبحانه وتعالى؟ ومش ربنا بيقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ هل إحنا فعلا ممكن نشوف ربنا؟ إزاي العبد ممكن يشوف ربنا سبحانه وتعالى وهو ربنا لا تدركه الأبصار؟ سيدنا موسى ترجم لنا عن حب رؤية ربنا سبحانه وتعالى، مش علشان يبقى فيه إثبات أو دليل إن ربنا سبحانه وتعالى موجود أبداً. سيدنا موسى سأل ربنا إنه يشوفه بعد ما ربنا كلمه. ربنا قال وكلم الله موسى تكليما، وربنا نادى موسى أن اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وقال له إنني أنا الله، وقال له أنا ربك. وربنا كلم سيدنا موسى. بعد فترة سيدنا موسى لما أنس بالله اشتاق إليه، فقال له ربي أرني أنظر إليك. ربنا قال له جواب قاطع وصريح، لن تراني، إنك في الدنيا، وفي الدنيا لا يستطيع العبد أن يرى الله سبحانه وتعالى، لأن العبد غير مهيأ لأن هو يشوف التجلي الذاتي لله سبحانه وتعالى. ما تقدرش تشوف ده بعينك، ده حتى اللي بيشوفه بقلوبهم، قلوبهم بتتخطف، ما بيقوش قادرين يتحملوا. وهنا ربنا سبحانه وتعالى تجلى لسيدنا موسى. على فكرة مش تجلي للعين، لا، ده تجلي هيبة وعظمة من الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى في الجبل. ربنا قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. على فكرة كل واحد فينا لو ربنا تجلى له تجلي شديد شوية في حاجة في حياته هتصعق من جلال وعظمة وجمال ربنا سبحانه وتعالى. فتجلي ربنا بيكون لكل عبد على قد اللي يقدر يشوفه. طبعا بالعين انت مش هتقدر تشوف ربنا لانك غير مهيأ في الدنيا لهذا، ولكن ربنا بيتجلى لك على قد ما انت تقدر تتحمل واحدة واحدة. ولذلك العباد الربانيين بقى شعارهم في الدنيا رأيت الله، زي سيدنا محمد ما شاف ربنا في موضوع السيدة فاطمة وسيدنا علي وقال له أبا الله، وقال له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. العبد الرباني بيشوف ربنا بقى في كل حاجة بتحصل في الحياة، بيشوف إن ربنا هو الفاعل الحقيقي، بيشوف لما ربنا بيبتليه بيشوف لطف ربنا في الابتلاء، لما ربنا بيعافيه بيشوف قدرة ربنا في المعافاة، بيشوف ربنا لما بيكلمه بيقول له أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. ما بيبصش للطير، ولكن بيركز قوي إن اللي بيمسك هذه الطيور أن تقع هو الرحمن سبحانه وتعالى. في كل تفاصيل حياتهم هتلاقيهم بيدوروا على المعاني اللي مستخبية، على التجليات من الله سبحانه وتعالى لهم في كل شيء علشان يشوفوا ربنا بقلوبهم. ما تفكرش إنك هتشوف ربنا بعينك في الدنيا، لكن المهم إنك تشوفه بقلبك حتى تصل إلى ربك. إزاي بقى العبد الرباني بيشوف ربنا عند كل حاجة، بيشوف ربنا في كل حاجة، بيشوف ربنا ورا كل حاجة؟ إزاي بيشاهد ربنا؟ العبد الرباني يرى الله قبل كل شيء هو الأول، ويرى الله بعد كل شيء هو الآخر، ويرى الله وراء كل شيء والله من ورائهم محيط. كل دي حاجات من القرآن بتقولك إنك تشوف ربنا قبل كل شيء ومع كل شيء ووسط كل شيء وفي كل شيء. شوف ربنا كويس قوي، اقرأ القرآن بلسان مختلف، اقرأه بلسان الحب، اقرأه بألسنة العباد الربانيين، فيقول لك أنا بشوف ربنا مع كل شيء، تقول له وهو معكم أينما كنتم. فيقول لك أنا بشوف ربنا عند كل شيء، تقول له ووجد الله عنده. تقول له أنا بشوف، أو يقول لك أنا بشوف ربنا في كل شيء، يقول لك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يراه هو الحق
وما سواه باطل، يراه هو الموجود وما سواه مفقود، يراه هو المشهود وما سواه محجوب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عجيبة جدا، أريد أن يقتل فيها رسول الله من ملك الروم، فكتب إلى باذان عامله على اليمن، قال له ائتني بخبر هذا الرجل الذي في العرب اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسل باذان رجلان قهرمانا ورجلا آخر، وكتب معهما كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حيلة يبعثوا الكتاب للنبي لحد لما يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعوا إلى باذان مرة تانية بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى رسول الله قهرمانا والرجل اللي معاه سلموا الكتاب للنبي، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الكتاب، وهم ارتعدت فرائصهم لأن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الأمر، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بالله ويرى الله، فهو شايف أن الأمر ده فيه كفاية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أليس الله بكاف عبده؟ فالنبي قال لهم اذهبا الليلة، هم كانوا جايين بالليل، قال لهم اذهبا الليلة وأتياني غدا حتى أخبركما بما أريد، تعالوا لي بكرة بقى وأنا هرد لكم على الكتاب ده. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لصاحبكم إن ربي قد قتل ربكما البارحة. والموضوع ده كان حصل في خلال السبع ساعات بتوع بالليل اللي هم باتوهم في المدينة. فلما تباحثوا الأمر عرفوا إنه شروان ابن كسرى هجم عليه وقتله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شايف الموضوع إزاي؟ شايف الموضوع إن ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن ربنا هو المحرك، إن ربنا، النبي عبر مجازا وقال إن ربي هو الذي قتل، ده تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي شاف إيه؟ شاف كفاية الله وشاف حماية ربنا سبحانه وتعالى، ظهرت صفات الله وأسماؤه في هذا الموقف مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول له والله يعصمك من الناس، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. النبي لم ينظر إلى الذين من دونه، لا إلى باذان ولا إلى كسرى ولا إلى الرجلان الذين جاء يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يرى في هذا الأمر إلا واحدا فقط، هو الله سبحانه وتعالى. اشتقت لان انا اشوف ربنا، اعمل ايه؟ هو انا حاسس ان انا قلبي بعيد شويه عن ربنا، وحاسس ان انا ما بشوفش ربنا زي العباد الربانيين دول ما بيشوفوا ربنا، اعمل ايه علشان اشوف ربنا؟ اول حاجه تعملها انك توقن ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحجبه شيء. امال مين اللي محجوب؟ انا وانت اللي محجوبين، احنا اللي محرومين من ان احنا نشوف نور ربنا. طب ازاي بقى نشوف نور ربنا؟ وايه اللي بيحجبنا؟ اللي بيحجبنا، هفكرك دايما بحديث سيدنا ربيع بن كعب الأسلمي لما ذهب إلى رسول الله فقال له أعني على نفسك، حط تحت على نفسك بكثرة السجود على نفسك، علشان النفس هي الحجاب اللي واقف على القلب اللي هو مراية بيظهر فيها نور الله سبحانه وتعالى، فترى نور الله وتأخذ من عالم الملكوت وتأخذ من أسرار الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة إنك تعترف إن أنت اللي محجوب، إحنا اللي محجوبين. تاني حاجة إنك تبدأ تعالج نفسك، تعالج نفسك بإنك تلجأ لربنا سبحانه وتعالى وتسلم له نفسك وتقول له يا رب هذه نفسي هي لك فاصنع بها ما شئت، عشان ما تحسش بالضيق أو الخنقة، وتشوف ربنا لطيف في كل حاجة معاك، وتشوف ربنا رحمن وتشوف ربنا رحيم، سلم نفسك لربنا. ابن عطاء الله السكندري قبل ما يوصل للمرتبة اللي وصل ليها راح لشيخه أبي العباس المرسي وقال له، يعني بيقول ذهبت إليه في أول أمري، يعني في بداية الأمر، وشكوت له بعض حالي، يعني حكيت له كده عن بعض الأمور الصعبة في حياتي. فشيخه قال له إذا كانت نفسك لك فاصنع بها ما شئت، وإن كانت نفسك لله فسلمها لله يصنع بها ما يشاء. فسلم نفسه ابن عطاء الله لله سبحانه وتعالى،
وفرغ قلبه مما سوى الله. فكان بعد كده ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية اللي اتقال عنها كادت الحكم أن تكون قرآناً. كان بعد كده ابن عطاء الله صاحب المشاهدات، صاحب المقام اللي معروف بين العلماء والأولياء. هو برضو اللي بيقول فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار، يعني فرغ قلبك مما سوى الله سبحانه وتعالى، من أي حاجة غير ربنا. خليك زي سيدنا النبي يعمل كل حاجة ولكن يبقى قلبه معلق بالله وحده سبحانه وتعالى، لا يدخل في قلبه شيء سوى نور الله. علشان كده العبد اللي قلبه بعيد عن ربنا، العبد اللي محجوب عن نور الله سبحانه وتعالى، لازم يسلم نفسه لله يصنع بها ربنا ما يشاء، ويدعو الله سبحانه وتعالى إن ربنا يكشف له في قلبه ويفتح له في بصيرته. أول ما تفتح بقى في البصيرة هتلاقي نفسك بتشوف زي العبد الرباني، بتشوف ربنا في كل شيء. هتلاقي ربنا بيناديك وبيقول لك في قلبك زي ما نادى العبد الرباني وقال له لن تبلغ المنتهى، يعني مش هتوصل للمنتهى حتى تراني وراء كل شيء. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك من علوم الرؤية، لو انت عايز تعرف بقى من علوم الرؤية انك تشوف ربنا ازاي، ده قال لك بقى على العباد الربانيين الموضوع ده بقى علم عندهم، قال لك من علوم الرؤية أن ترى الكل صامت، ومن علوم الحجب أن ترى الكل ناطق. أن ترى الكل صامت يعني تبقى شايف أن الكون كله صامت والذي ينطق هو الله، وإن نطق هذا الكون فبأمر الله سبحانه وتعالى الذي أنطق كل شيء. ومن علوم الحجب أنك تشوف بقى الكون كله بيتكلم، وإن اللي شتمك ده هو بيشتمك أنت وهو من نفسه، وإن اللي بيضربك هو اللي بيضربه، وإن الدنيا تتحول صراع. إذا تحولت الدنيا إلى صراع فاعلموا أنه في هذا الصراع لا يوجد أي عبد رباني، لأنه لو كان فيه عبد رباني كانت تحولت الدنيا إلى رحمة، إلى محبة، إلى رضا، إلى سلام، إلى أمان. Thank you.